ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض لقمة القاضي بدقيق 5 ستار مخصص للقمة القاضي، بيخليها هشة كده وجميلة وتكون مقرمشة من بره. هنا معايا زبدة ومعايا ملح ومعايا مية دافية ومعانا الخميرة بتاعتنا. الخميرة بتاعتي هنا انا بستخدم خميرة جافة فورية، بنحطها على الدقيق على طول، مش محتاجة تخمر قبلها. ومعايا النوع التاني دوت، حابة بس اعرفكم الفرق بين الاتنين، ان التانية بتكون خميرة فورية، بدل لازم الاول بنحطها في مية دافية لما تخمر، بعد كده ضيفها للعجن، يعني سيبها 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده لما تلاقيها ارتفعت نروح حطينها بقى للدقيق بتاعنا. هنا اول حاجة هظبط الميزان بتاعي، هصفره خالص وابتدي اعاير الدقيق بتاعي. انا هنا الدقيق بتاعي دوت بيكون كيلو، فانا هعمل دلوقتي 2.5 كوباية، يعني في حدود 500 جرام. فانا دلوقتي هاخد المعيار واشوف كده ان انا استخدم 500 جرام، يعني 0.5 كيلو. فانا دلوقتي اهو صفرت الميزان وحوزن الدقيق بتاعي. بصوا انا هنا دلوقتي بظبط ان الميزان يكون شايل البولة من غير ما يعد الوزن بتاعها. انا هنا هو بنزل الدقيق لحد ما يكون 500 جرام، واخد الوزن اللي انا عايزاه. لو عايزة اعمل الكيلو طبعا دي حرية شخصية. دلوقتي انا وزنت خلاص الكمية بتاعتي، هبتدي بقى احط الزبدة. بنحط زبدة يعني معلقة صغيرة مش كتير، بتخلي ريحته يعني حلوة كده. اصلا اي حاجة بندخل فيها الزبدة بالزيت بيكون فيها دقيق بتعمل نكهة حلوة قوي. دلوقتي بقى هناخد رشة ملح كده بسيطة، دلوقتي بقى هحط المية الدافية بتاعتي. بحط المية 2.5 كوباية مية تكون دافية. طبعا احنا عارفين لو هي المية بتكون سخنة قوي الخميرة كده بتبوظ ومش بيتفاعل، مش بتتفاعل مع الدقيق بتاعي، فلازم تكون دافية وبرضو ما تكونش ساقعة، علشان لو هي ساقعة الدقيق مش هيخمر. انا كده خلصت اهو المعيار بتاع المية الدافية، وهبتدي احط الخميرة بتاعتي. هحتاج ايه؟ زي ما انا قلتلكو الخميرة اللي هي هتخمر على طول مع الدقيق، مش محتاجة ان انا اعمل لها قبلها يعني في مية دافية. هي دي الجافة الفورية، انا بستخدم بتاعة دريم، حلوة جدا، بحطها على طول مباشرة كده على الدقيق، مش بحتاج ان انا اخمرها قبلها. انتوا كمان قولولي انتوا بتستخدموا نوع خميرة ايه، وايه النوع اللي انتوا بتحبوه. دلوقتي بقى هنقلب المكونات كلها على بعض كده بالراحة. طبعا بصوا هي تحسوها ان هي تقيلة، بس انا دلوقتي بقلبها كويس قوي. بصوا كل ما هقلب كل ما هتبقى يعني تقيلة شوية في الحركة بتاعتها في الاول، بس مع استمرارية التقليب الحركة بتاعت يعني كل ما هنقلب كل ما العجينة سمكها هيخف. بصوا هنا ابتدت تلين شوية. انا هنا من اسكندرية اسمها لقمة القاضي، انتوا كمان قولولي لو بتشوفوني من اي مكان قولولي عندكم اسمها ايه. طبعا انتوا عارفين هي ليها اسامي كتير قوي، في ناس بتقول عليها زلابيا ولقمة القاضي وعوامات، كل واحد يقولي هي بتتقال عنده اسم ايه. دلوقتي انا هلم كل اللي في الاطراف علشان العجينة ما تنشفش مني، وهلفها بستريتش علشان يبقى تحتفظ بالسخونية وترفع العجين معايا بسرعة. دلوقتي هي اتخمرت. بصوا بقى الصوصات ديت انا عاملاها في البيت، يا رب تعجبكم. ان شاء الله هبقى اعمل لها فيديو تاني. ده صوص فراولة، بصوا فيه بقى قطع فراولة كده ولونه يجنن وريحته حلوة قوي. بصوا السمك بتاعه جميل قد ايه، شايفين اللون بتاعه حلو قوي. بقدر ان انا استخدمه واحطه في التلاجة في اي وقت حابة استخدمه بقى، الكيك لقمة القاضي لدوناتس على حسب ما انا عايزه. دوت بقى كراميل انا برضو عملته. بصوا الكراميل تحفه قوي، انا بعشق الكراميل جدا،
فدايما بكون محتفظة كده بصوص لي في عندي في البيت، في أي وقت أحب أستخدمه بقى في كابتشينو، أستخدمه في كيكات، في دوناتس، في أي حاجة. وده برضو صوص شوكولات، ساعات بقى بحط فيه شوكولات شيبس، بحطه فوق الكيك من فوق نزين بيه، أو ساعات بعمل بيه مولتن كيك، بيبقى حلو برضو قوي. ان شاء الله لو يعجبكم الصوصات بتاعتي هعمل لكم حلقة خاصة تانية بالصوص، واقول لكم المكونات بتاعتها عبارة عن ايه، وازاي نقدر ان احنا نحتفظ بيها. ده سكر بودر برضو لقمة القاضي، ودوت عسل، انا بحب استخدم العسل عشان الولاد. طبعا هنا دلوقتي هنحط الزيت بتاعنا، لازم يكون الزيت بنوصله لدرجة حرارة عالية علشان يكون سخن وقت ما ننزل لقمة القاضي على طول، بحيث ان هي تطلع على وش الزيت بسرعة. بس طبعا بصوا بقى الزيت دوت، انا بحط كده بولة صغيرة جنبي فيها زيت علشان احط في كل معلقة وانا بحط. بصوا بقى هنا العجين بتاعي خمر، بصوا العجين شكله حلو قوي ومليان كده فقاعات الهواء، فانا دلوقتي بقلبه علشان فقاعات الهواء تطلع منه، وبعد كده بقى اقدر اشتغل بيه على طول. دلوقتي خلاص الزيت بتاعي سخن، بصوا الفقاعات واضحة، اول ما هحط لقمة القاضي على طول بتطلع على السطح على طول مباشرة. فانا دلوقتي خلاص هبتدي اخلص الكمية اللي عندي وهقليها. طول ما انا بحط لقمة القاضي في القلي بتاعي في الزيت، لازم اكون موطية، يعني انا بس بوطي على ما بمليها بس، وبعد كده ببتدي اعلي تاني النار عليه. دلوقتي هقعد اعمل وبالراحة، واحنا بننزل مش شرط ان هي تكون طالعة يعني مدورة بيرفكت قوي، انا الحمد لله راضية قوي عن الشكل اللي انا بطلعه. طبعا مش من اول مرة بنعمل بنطلعها يعني دايرة صحيحة، مرة في مرة طبعا مع الاستمرارية بيبقى شكلها حلو وجميل. بصوا انا هنا مش حاملي الزيت بتاعي كتير علشان خاطر ما يلزقوش في بعض. وهنا منظرهم كده وهم عايمين في الزيت، شكلهم شهي قوي، وطبعا ريحتهم قلبت البيت. بصوا انا هنا بقلب كتير فيها علشان خاطر لقمة القاضي تكون الوانها يعني واخده اللون الذهبي من كل مكان. بصوا هنا بقى انا خلصت الكمية بتاعتي وهبتدي احط الصوص بتاعي. انا هنا دلوقتي بحط صوص الفراولة، طبعا دلوقتي احنا في الشتاء والفراولة موجودة عند اي ماركت عند الاسواق، فدلوقتي ان احنا نشتري ونقدر ان احنا نخزنها ونعملها مربى او نعملها صوص نستخدمها في اي وقت. دلوقتي بقى هعمل الصنف التاني، هعمل شوكولات. طبعا لما هنيجي نعمل صوص شوكولات هبقى اقول لكم ازاي بنعمل الصوص، ممكن نفتح اللون او نعمله يكون دارك زي دوت، وان شاء الله يعجبكم. طبعا دلوقتي هحط الصوص المفضل بتاعي، انا بحب الكراميل قوي يا جماعه. بصوا بقى هغرقها كراميل، اصلا يعني بحب ريحته كمان قوي. دلوقتي بقى هبتدي احط السكر البودر، طبعا انا بحب احطه قوي بمصفى كده صغيرة علشان يكون الرش بتاعه حلو ما بهدلش الدنيا حواليا. طبعا انتوا عارفين ان الاكل اذواق، وطبعا انا عملت كذا صنف عشان تكون تشكيلة يعني مختلفة، كل واحد ياكل الصنف اللي هو بيريحه والطعم اللي بيحبه. خلصت السكر، يعني في ناس كتير لقمة القاضي بتحبها قوي بالسكر. ودلوقتي هحط عسل، طبعا انتوا عارفين قد ايه العسل حلو للمناعة وللأطفال، فاحنا بقى بنحاول ندخله لهم في الحلويات، ندخله لهم في الأكل بحيث ان هم يعني يدخل لهم تغذية كويسة. طبعا انا هنا خلصت الكمية بتاعتي والتزيين بتاعي، عملت فراولة وشوكولات وكراميل وسكر بودر وعسل، كده عملت كمية جميلة وحاجة في البيت وكل المكونات موجودة معايا في البيت. بصوا بقى عايزة اوريكم هي مقرمشة قد ايه. بصوا وانا بفتحها كلها كده هشة وجميلة ومليانة فقاعات،
حلوة قوي. بصوا يا جماعة منظرها بجد شاي حلوة قوي. يا رب يعجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا، باي باي.